السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد قيس عبد الغني خبير أسواق المال في فقرة التحليل الفني الأسبوعية لأهم أزواج العملات وأهم السلع والمؤشرات ليوم الاثنين الموافق 20 من يوليو من العام 2020. وقبل أن نبدأ أخواني الأعزاء فقرة التحليل الفني، نطلع على أهم البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر خلال الأسبوع الحالي والذي من شأنها أن تؤثر على حركة الأسعار، ويجب أخذها في الحسبان. ويمكنكم الاطلاع على الرزنامة الاقتصادية من خلال موقعي الإلكتروني الظاهر أمامكم من قسم الأخبار الاقتصادية، وسوف يظهر أمامكم الرزنامة الاقتصادية بالتعاون مع الموقع الإلكتروني الأفضل والأبرز في الاقتصاد، وهو investing.com. طبعا أخواني الأعزاء، سوف تصدر لدينا بعض البيانات الهامة خلال الأسبوع الحالي، وجميع الأوقات المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة. ونستهل البيانات ليوم الثلاثاء بتاريخ 21 يوليو من العام 2020. سوف يصدر في تمام الساعة 4:30 صباحا بتوقيت مكة المكرمة محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في استراليا، والذي من شأنه أن يؤثر على الدولار الاسترالي، والذي سوف يتحدث فيه لجنة السياسة النقدية عن أهم السيناريوهات التي سوف تصدر ويتخذها البنك المركزي من أجل السيطرة على الاقتصاد في استراليا ما بعد جائحة كورونا. أيضا في تمام الساعة 3:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، سوف تصدر مبيعات التجزئة الأساسية على الدولار الكندي، والذي من شأنها أن تقيس نسبة التضخم في الاقتصاد. ثم بعد ذلك يوم الأربعاء بتاريخ 22 من يوليو من العام 2020، سوف تصدر بعض البيانات الهامة نستهلها بتمام الساعة 4:30 صباحا، الريتيل سيلز مبيعات التجزئة على الدولار الاسترالي. ثم في تمام الساعة 3:30 مساء سوف يصدر مؤشر أسعار المستهلكين على الدولار الكندي. ثم في تمام الساعة الخامسة والخامسة والنصف مساء سوف تصدر مبيعات المنازل القائمة ومخزون النفط الأمريكي الخام، والذي من شأنه أن يؤثر على الدولار. وننتقل إلى يوم الخميس الموافق 23 من يوليو من العام 2020، سوف يصدر خبر وحيد مهم على الدولار الأمريكي في تمام الساعة 3:30، وهي معدلات الشكاوى من البطالة. ثم نختتم البيانات في يوم الجمعة، سوف تصدر حزمة من البيانات المهمة على بعض العملات، أهمها مبيعات التجزئة الريتيل سيلز على الباوند البريطاني في تمام الساعة 9 صباحا. ثم سوف يصدر مؤشر مديري المشتريات الصناعي الألماني، والذي من شأنه أن يؤثر على اليورو في تمام الساعة 10:30 صباحا. ثم في الساعة 11:30 صباحا سوف تصدر بعض البيانات الهامة على الباوند البريطاني، وأهمها مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي والمركب. ثم يختتم اليوم بمبيعات المنازل الجديدة على الدولار الأمريكي في تمام الساعة 5 مساء. هذه كانت أهم البيانات الاقتصادية، وهيا بنا ننطلق أخواني الأعزاء إلى فقرة التحليل الفني الأسبوعية، ونبدأ بزوج اليورو دولار. تكلمنا أخواني الأعزاء عن زوج اليورو دولار في التحليلات السابقة أنه بمجرد أن يخترق أحد مفتاحي الاتجاه سوف يحدد اتجاه واضح وصريح. وثم بعد ذلك تابعنا من خلال فقرة التحليل الفني اليومية الذي يتم نشرها على قناتي في اليوتيوب بشكل يومي، أن الزوج تمكن من اختراق منطقة المقاومة مفتاح الاتجاه الماثل عند 1.13460، وأنه بعد ذلك توقعنا له باستهداف الأهداف التالية عند 1.14000 و1.15000. ومثل ما تلاحظون تم تحقيق الهدف الأول، ويتجه السعر حاليا إلى تحقيق الهدف الثاني الماثل عند 1.15000. إذن أخواني الأعزاء، زوج اليورو دولار يحاول تأكيد الميل الصاعد وتأكيد الاتجاه الصاعد، وشرط تأكيد الاتجاه الصاعد والميل الصاعد إلى الأهداف الذي قد تصل إلى 1.17000 هي ثبات أسعار زوج اليورو دولار
والتداولات أعلى مستوى 1.13460. الموضح أمامكم بالخط البنفسجي. في حال تمكنت الأسعار من الثبات أعلى هذا المستوى، فنتوقع أن يؤكد زوج اليورو دولار المسار الصاعد خلال الفترة القادمة، وأن يتجه إلى مستويات قد تصل إلى 1.17 ألف. ولكن إخواني الأعزاء، حاليا نرى أن هناك تشبعات في مؤشر التذبذب الستوك ستوك، ويقترب من مستويات 80. إذن إخواني الأعزاء، نتوقع أن يتحرك الزوج بشكل عرضي بالقرب من مستويات 14 قبل أي تحركات واستئناف للصعود مرة أخرى. وأيضا يوجد هناك اجتماعات في منطقة اليورو وفي الاتحاد الأوروبي من أجل صندوق التعافي، وإلى الآن لم تتضح الصورة، وهناك أنباء عن عدم الاتفاق. وفي حال عدم الاتفاق عن صندوق التعافي، من المتوقع أن يحصل ضعف لليورو، ومن الممكن أن نشهد قوة للدولار، وقد يعيد السعر إلى القناة العرضية مرة أخرى. ولكن مفتاح الاتجاه الحالي وشرط تحقق السيناريو الصاعد هو ثبات الأسعار على 1.13460. وسوف نتابع معكم بإذن الله تعالى في فقرة التحليل الفني اليومية أولا بأول تحديثات الأسعار والتحركات لهذا الزوج. إذا ننتقل إخواني الأعزاء إلى زوج الباوند دولار. مثل ما تحدثنا سابقا إخواني الأعزاء، أن زوج الباوند دولار بمجرد أن دخل إلى منطقة المقاومة القوية التي تحدثنا عنها سابقا، الماثلة عند 1.26300 و 1.27300، أنه بدأ السعر بالهبوط والانهيار مرة أخرى. وحاليا هبط السعر في الأسبوع السابق بالقرب من مستويات 24800، ثم بدأ الصعود ليعيد اختبار منطقة المقاومة وبدأ باستئناف الهبوط. إذا نتوقع للسعر أن يبدأ بالتصحيح بالقرب من 26300 وأن يستأنف الهبوط مرة أخرى لزيارة مستويات 1.24 ألف مجددا. إذا ندعم السيناريو الهابط لعدة أسباب، لأن السعر يسير ضمن قناة رئيسية هابطة. أيضا السعر اقترب من منطقة المقاومة العنيدة ولم يستطع اختراقها والثبات أعلاها، ومؤشر التذبذب الستوك ستيك بدأ السعر فيه بالانحدار والخروج من مناطق التشبعات الشرائية. إذا نظرتنا لزوج الباوند دولار هي تحقيق السيناريو الهابط بشرط الثبات أسفل منطقة المقاومة المظللة أمامكم باللون البنفسجي. وفي حال ثبتت الأسعار، نتوقع استهداف 1.24 ألف. إذا ننتقل لزوج آخر، وهو زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. لا زال زوج الدولار ين يتداول في المنطقة المحورية، ويتداول بالقرب من نقطة البايفت، ويتداول بشكل عرضي إخواني الأعزاء مثل ما تلاحظون في نفس المنطقة، ولم يستطع اختراق المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم، والذي كان عنيد جدا على السعر كمقاومة قوية متحركة. وفي حال تمكن السعر من اختراقه والثبات أعلاه والاستقرار أعلى مستوى 107.500، نتوقع الصعود مرة أخرى والقوة للدولار واستهداف مستويات 109.500 و110. أما في حال لم يستطع السعر الثبات أعلى هذا المتوسط المتحرك وهبط واستقر أسفل 106.500، فنتوقع له الهبوط إلى مستويات 103.500. ولكن حاليا السيناريو الصاعد هو أقرب في حال تمكن السعر من اختراق المتوسط المتحرك، وهو يعبر عن مفتاح الاتجاه لتداولات هذا الزوج. إذا ننتقل إخواني الأعزاء إلى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي. ومثل ما تلاحظون، لا زال يسير في النطاق الضيق،
ونتوقع لهذا الزوج أن يستأنف الصعود ويستهدف مستويات 1.38 ألف، وفي حال تمكن من الثبات أعلاها نتوقع له معاودة الاستئناف الصعود في ظل القناة الرئيسية الصاعدة بالقرب من مستويات 1.43 ألف. إذا وجهة زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي نتوقع له الصعود واستهداف مستويات 1.38 ألف بشرط الثبات أعلى مستوى 1.33 ألف، والذي يعبر عن دعم رئيسي ودعم القناة الرئيسية الصاعدة. إذا ننتقل إلى زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري، ولا زال يسير في ظل القناة الرئيسية الهابطة، ويسير ضمن التوقعات التي توقعناها أن يستهدف السعر 0.93 ألف على المدى المتوسط. وحاليا قد يشهد الزوج البعض من التصحيحات الصاعدة بالقرب من مستوى 0.94 ألف و400، من ثم يستأنف الهبوط مجددا ومحاولة استهداف 0.93 ألف. ونحن نؤيد السيناريو الهابط لعدة أسباب فنية. أولها أن الأسعار تتداول أسفل المتوسط المتحرك وأسفل الترند الهابط، وتسير ضمن قناة رئيسية هابطة. وأيضا مؤشر التذبذب الستوكستيك بدأ خط الكي مع خط الدي بالتقاطع بالقرب من مستويات التشبع في الشراء، والذي قد ينذر بنوع من الهبوط الذي يستهدف 0.93 ألف. إذا ننتقل إخواني الأعزاء إلى زوج الباوند ين المسمى بالمجنون. مثل ما تلاحظون الزوج لا زال يتداول في منطقة محورية بالقرب من نقطة البايفت، ولكن ثبات تداولات الأسعار أعلى المتوسط المتحرك تدعم وترجح صعود السعر واستهداف مستويات 138 و140 على المدى المتوسط. وحاليا نرجح السيناريو الصاعد بشرط ثبات الأسعار أعلى مستوى 133 فاصلة 800، والذي تعبر أعلى المتوسط المتحرك الذي يعبر عن منطقة دعم ثاني متحرك قوي. إذا ننتقل إخواني الأعزاء إلى زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية، ومثل ما تلاحظون لا زال يسير في ظل نطاق عرضي ضيق في سيولة قليلة جدا، ولكن يحاول السعر حاليا باختراق الدعم عفوا المقاومة القوية المتحركة، وهي المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم، والذي تلاحظون كيف لم يستطع السعر اختراقها وتمكنت من رد السعر لفترة طويلة ولمدة أسابيع. ولكن حاليا يوجد إشارة فنية قوية تنذر بمحاولة اختراق السعر لهذا المتوسط الذي يعبر عن مقاومة واستهداف 6.9 ومستوى 7، ولأن الأسعار تحاول اختراق المتوسط المتحرك وتتلقى الدعم الإيجابي من مؤشر التذبذب الستوكستيك الذي يحاول فيه أن يتقاطع خط الكي مع خط الدي بالقرب من مستويات 20، وهي مستويات تشبع في البيع. فقد نشهد إخواني الأعزاء صعود لهذا الزوج واستهداف الأهداف المذكورة الماثلة عند 6.9 ومستوى 7، ولكن بشرط ثبات الأسعار أعلى مستوى 6.8، وهو الدعم المحوري. بثبات الأسعار أعلى هذا المستوى نرجح السيناريو الصاعد والأهداف المذكورة، وسوف نحدث معكم أولا بأول التحركات. إذا ننتقل بشكل سريع إلى ملك الملاذات الآمنة إلى الذهب. مثل ما تحدثنا إخواني الأعزاء الذهب لا زال يسير في نفس السيناريو المذكور للأسبوع السابق، وبثباته أعلى مستويات 1800 نتوقع له الصعود واستهداف 1830 و1860 على المدى المتوسط، ولا زال يعتبر الذهب صاعد. ونحن نرجح السيناريو الصاعد لعدة أسباب، لأنه يسير ضمن قناة رئيسية صاعدة، أيضا الأسعار تتداول أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم، والأسعار تتداول
أعلى منطقة الدعم المحورية الماثلة ما بين 1730 و 1740، هذه منطقة دعم قوية جدا، وبثبات أسعار الذهب أعلاها لا زال الذهب يسير ضمن النطاق الصاعد، وحاليا الذهب يتداول أعلى منطقة الدعم الثانوية الماثلة عند 1800، وباستقراره أعلاها لا زلنا نتمسك بالأهداف المذكورة عند 1830 و 1860. وأيضا مؤشر التذبذب الستوك ستيك لا زال لم يصل إلى مناطق التشبع في البيع بعد، وقد يصل إلى هذه المناطق ومن ثم يحصل تقاطعات إيجابية قد تدعم بالسعر وتؤدي به إلى تحقيق الأهداف المذكورة. إذا أخوائي الأعزاء، أيضا ننتقل إلى النفط الخام، ولا زال نفس السيناريو المتوقع، وتكلمنا عن النفط الخام بثباته أعلى مستويات 38، واستقراره واستقرار أسعار النفط أعلى حاجز 38 نتوقع له معاودة الصعود واستهداف مستوى ال 47 ومستويات ال 52 على المدى المتوسط. وحاليا لا زلنا ندعم السيناريو الصاعد للنفط، وذلك لأنه يصير ضمن قناة رئيسية صاعدة ويتداول أعلى المتوسط المتحرك ويتداول أعلى مستوى الدعم الماثل عند 38. إذا أخواني الأعزاء، قد يحصل بعض التصحيحات للنفط والهبوط والحركة العرضية وبعض التصحيحات الهابطة الذي قد تصل إلى مستويات 38، وفي حال ثبت السعر أعلاها فهي مناطق جيدة للشراء، لأن من المتوقع أن يعاود السعر بالصعود واستئناف الصعود مجددا لمستويات قد تصل إلى 50 على المدى المتوسط. أيضا أخواني الأعزاء، ننتقل إلى ختام فقرتنا بمؤشر الداو جونز، ملك السوق الأمريكي وقائد السوق الأمريكي. ومثل ما تلاحظون أخواني الأعزاء، في الأسبوع السابق وصل السعر إلى مستويات 27200، وحاول الصعود والاستقرار في القناة الرئيسية الصاعدة، ولكن سرعان ما بدأ السعر بالانسحاب والإغلاق أسفل هذا المستوى، وحاليا هبط السعر ويحاول أن يعيد اختبار الدعم المحوري الذي كان عبارة عن مقاومة سابقة والماثل عند مستوى 26300. وفي حال تمكن السعر من الثبات أعلى 26300 ولم يستطع كسرها، فنتوقع له التذبذب ومعاودة اختبار مستويات 26800 مجددا. أما في حال أن السعر تمكن من كسر 26300 فنتوقع للسعر الهبوط والدخول في حالة هبوط عنيفة قد تصل أهدافها إلى مستويات 25000 و 24000 على المدى المتوسط. إذا أخواني الأعزاء، تكلمنا عن الداو جونز، وتحدثنا أن مفتاح التداول للداو جونز في الوقت الحالي هو مستوى 26300، استقرار الأسعار أعلاه قد تؤدي به إلى بعض التداولات العرضية، ولكن في حال أن السعر ثبت وتمكن من كسر هذا المستوى ومفتاح الاتجاه الماثل عند 26300 وتمكن من كسرها والثبات أسفلها، فنتوقع دخول المؤشر في موجة هبوط عنيفة جدا قد تصل أهدافها إلى مستويات 24 على المدى المتوسط. إذا أخواني الأعزاء، إلى هنا ونكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني الأسبوعية. في حال وجود أي استفسار يمكنكم مراسلتي على صفحتي في موقع تويتر، وأيضا أخوائي الأعزاء، أتمنى منكم أن تقوموا بعمل اشتراك لقناتي في اليوتيوب من أجل أن يصلكم كل جديد بإذن الله تعالى، وأشكر لكم حسن المتابعة، وتقبلوا مني أطيب التحيات، وفي أمان الله.